صرخات امتزجت بدوي الانفجارات، دماء وأشلاء وعشرات الشهداء، لحظات قاسية يواجهها هؤلاء الذين يهرولون في هروب جماعي يسود الشوارع. مشاهد يومية يتم رصدها في جميع بقاع غزة ساعة تلو الأخرى. مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس تعجز الكلمات عن وصف بشاعتها، فور قصف طائرات الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. عائلات بأكملها استشهدت، حرب إبادة يرتكبها الاحتلال بدم بارد بحق شعب أعزل داخل قطاع غزة المكلوم. شو كسر عندي؟ وين عندي؟ وين عندي في الجنت؟ لا أحلك لحظات الحياة مأساة يعيشها سكان القطاع الناجون من الغارات العشوائية للاحتلال الإسرائيلي، إما عبر توديعهم لأحبائهم أو ليقينهم أن اللحظة المقبلة قد تكون لحظتهم الأخيرة.